وفي سوريا ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 900 شخص وإصابة أكثر من 2300 آخرين. وسجلت معظم الإصابات في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، وتسبب الزلزال في انهيار أكثر من 133 مبنى بشكل كامل و272 بشكل جزئي، وتصدع الآلاف من البنايات الأخرى. هذا وقد أعلنت مديرية الآثار في سوريا تعرض مبان ومتاحف ومواقع أثرية لأضرار متباينة جراء الزلزال، من بينها قلعة حلب التاريخية وقبة منارة الجامع الأيوبي، حيث في نفس الأثناء نشدت سوريا المجتمع الدولي مدى يد العون لدعمها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. وأبدت سوريا استعدادها لتقديم التسهيلات المطلوبة للمنظمات الأممية المختلفة في سبيل تقديم المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية.